وبوجه هذا الوطن العظيم. السلام عليكم. اليوم كنشكروا السيد عامل عملات إنسكان أيت ملول والسيد رئيس المجلس الإقليمي لعملات إنسكان أيت ملول وجمعية الشؤون الاجتماعية للموظفين ومستخدمين عملات إنسكان أيت ملول بتنسيق مع جمعية التضامن النسائي بأيت ملول لهذا الاحتفاء اللي داروا للنساء بخصوص اليوم العالمي للمرأة. كنقول لهم شكرا على هذا الالتفات اللي داروا للنساء اللي في جميع القطاعات ديال السياسة، العمل الاجتماعي، العمل الثقافي. كنشكرهم على هاد الالتفات اللي داروا للنساء ديال عملات إنسكان أيت ملول، وكنشكروا السيد العامل والسادة رئيسة الجمعية ديال العمالة ورئيسة الجمعية ديال أزرو على هاد الالتفات اللي داروا للنساء ديالنا، وكنقول لهم شكرا جزيلا من هذا المنبر. شكرا. السلام عليكم. انا اليوم بغيت نتقدم بجزيل الشكر للسيد عامل عملة إنسكان أيت ملول. بغيت نشكر أوسي رئيس المجلس الإقليمي لعملات إنسكان أيت ملول. بغيت نشكر أوسي الجمعيات اللي سهرات على تنظيم هذا الحفل وهذه التظاهرة الرائعة لفائدة النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اللي هما جمعية شؤون الاجتماعية الموظفين بعملات إنسكان أيت ملول وجمعية التضامن النسائي بأزرو، اللي داروا واحد الحفل اللي تتوجد فيه واحد العدد ديال الفعاليات النسائية بالإقليم، تكريم اللي كيبقى فخر لنا وكيبقى أوسي مسؤولية اللي تلقات على الأكتاف ديالنا، لأنه سانو موتيف أننا نبدلو جهود أكبر باش نقدرون نكونوا قد هاد المسؤولية وقد هاد الالتفات اللي دارت في حقنا. وشكرا جزيلا. كنشكروا سيدة العمل على هاد البادرة وسيد الكاتب العام وجمعية الشؤون الاجتماعية للموظفين العمالة وجمعية التضامن النسائي الأزرو اللي احتفوا بالنساء وكرموهم بمناسبة اليوم العام للمرأة. كنتمنى إن شاء الله أن هاد الاحتفاء دائما يكرموا النساء اللي في جميع المجالات اللي كيعطيو الشيء الكثير للوطن ديالهم. وشكرا. السلام عليكم. تحت الرعاية الكريمة للسيد عامل عمالة إنسكان أيت ملول ورئيس مجلس عمالة إنسكان أيت ملول، تتشرف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومستخدمي عمالة إنسكان أيت ملول إقامة هذا الحفل الكريم المبارك اللي جمع تلة من النساء الكريمات الفاعلات داخل تراب العمالة واللي عطاو الكثير، وكان نتمنوا أنهم ربي يكمل لهم مسيرة موفقة إن شاء الله في إطار الدعم، في إطار الانفتاح على باقي القطاعات وفي مجالات عديدة داخل تراب عمالة إنسكان أيت ملول. تشرفنا بحضور السيد الكاتب العام وسيد مدير الديوان وعدة وجوه معروفة بمدينة إنسكان وتلة من موظفي العمالة وجمهور كان غفير بإقامة هذا الحفل المبارك اللي كنظن كان ناجح. بمناسبة 8 مارس في إطار الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها جمعيتنا، تمت تكريم عدة وجوه وعدة فعاليات بالمنطقة من عدة قطاعات في مجال الصحة، التعليم، المنتخبات، فاعلات جمعويات.